مرحبا. طقس ربيعي متقلب ممطر جزئياً عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع بداية انحسار جزئي للمنخفض الجوي وانخفاض بدرجات الحرارة وهبوب رياح ناشطة بالمناطق البقعية والجنوبية وثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق. الرطوبة عالية، البحر مرتفع الموج وحرارة سطح الماء 19 درجة. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 1070 ملمتر، السنة الماضية 1231 والمعدل العام 814 ملمتر. منبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 18، على المرتفعات 11، بالبقعة 7 والأرز 3. منبقى بجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية مثل العبدة 17، طرابلس 22، 13 بأهدن، جبال 20 درجة، 13 بكفر دبيان، برمينة 17، زحلة 19 درجة، 21 بصيدا، والنبطية 18 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 25 و50 كيلومتر بالساعة. الرياح عم تكون جنوبية غربية. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين؟ بنشوفه سوا. نهار الخميس بتتراوح بين 18 و22 درجة، الجمعة بين 18 و23، السبت بين 16 و22 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع أبو ظبي بين 26 و33 درجة، الجزائر بين 16 و24، ومننهي الجولة ببرلين بين 5 و15. هون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.